ايوه اهم شيء الخيار، ولا تنسى البصل سمي. والطماطم سمي سمي شيء ذوري خلاص سمي 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 ابشري، بس بخلص ان شاء الله رياض وهرولة وبجيب الاغراض واجي البيت. الله يحفظك. سمي مدير مدير مدير، ما يبغى غسل سياره، انا غسل كويس. لا لا ما يبغى غسل سياره، لا 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 ما في فلوس غالي مره، ما في غالي مره، رخيص رخيص مره، ما في فلوس زياده غسل سياره خلاص. انا شوي يجي ما شاء الله ما شاء الله، غسيل مره كويس. كم هذا سعره؟ لا لا ما في مشكله مدير. كم كم طيب عاد لا سعر مدير نعطي. جيب اي شيء جيب اي شيء مدير. كم؟ ما في مشكله. كم؟ ما في مشكله. كم؟ ما في مشكله. طيب كم؟ خلاص خلاص جيب 500 خلاص. 500. مع السلامه مدير، المره الجايه 1000 ريال. ها هذا يوم الفرح، يوم الفخر، بدأ يتحقق الحلم. الحمد لله الحمد لله. يا اخي جوك يا اخي لاحق على التخرج يا اخي، ايش فيك مستعجل؟ خذ منها خذ منها خذ منها خذ منها خذ منها سوني بس يلا خذ منها شيلي بس. يا نسبتي مره تفشل يا الله. ها بشر عساك نجحت. ما شاء الله مقفل الغرفة، أكيد إنك تفطر أكيد. لا وبعد عصيرات بعد، إيه قفل الغرفة وافطر. الله يهديك بس الله يهديك. تفطر رجل توك قاعد تنصحني ومسوي قاعد تنصح واخر شيء قاعد تفطر. الله يهديك بس. ايوه الحين احرش نفسك تنصح الناس وناسي نفسك. يبا يبا بالله يبا ما تتعلمني سواقه. خلاص يا اخي بعدين اعلمك سواقه بعدين يا اخي. يبا دايم تقول لي بعدين 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 يا اخي، خلنا نروح الحين تكفى. والله انك عله، امشي امشي الحقني يلا الحقني يلا. اول شيء تسوي واهم شيء تاخذ الحزام و فك. بعدين وش تسوي؟ تحط رجلك على الفرامل، ركز على الفرامل. بعدين وش تسوي؟ تمسك الجير وتحطه دي، حلو. بعدين تفك الجرنط. ها 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 مشيت السياره. بعدين تمشي 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 تمشي، خلاص ركز وانتبه. وقفنا الحين. ها الحين فهمت؟ أه لا ما فهمت يبا معليش. غبي انت غبي، كل شوي اعيد لك. ما تقدر الحين بعلم سواقه والله من جنبها ما يعرف يسوق. وش قلت انت هذا الكلام؟ دق على اخوياك خلهم يوصلونك. يبا تكفى يا الله. صدق معد يمدي البنزين؟ حسام يا اخي قايل لك من زمان يا اخي خلني عبي يا اخي، شوف الحين ورطني. والله يمدي والله يمدي يا ركان. وشوف الحين ورطني شدراني يا اخي انه بيصير كذا. والله شدراني يا طيب. يلا الحين وش نسوي؟ طيب يلا عطني حل. طيب الحين وش نسوي الحل؟ ايه ما بل انك تروح تجيب يا اخي تعبي. يا بعيد حسام نحطه يا اخي. قريب والله قريب يا اخي والله قريب. تكفى يا اخي والله قريب. يلا انا هذا الحين بنزل بجيب بنزين. جبتها يا حيوان. والله انك ذيب. يلا كفو كفو. يلا يلا مشينا. تعال تعال وش اللي يلا مشينا؟ وين الفلوس؟ اي فلوس احنا اصدقاء. هذا اول. خلاص خلاص يا رجال ما عليك، بكره اعطيك ان شاء الله. ها وش اللي بكره؟ حسام والله لا اشفطه. ها علمتك والله لا 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 خلاص خلاص. يلا الحين عطني يلا عطني فلوس. Thank you.
استغفر الله استغفر الله يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب سامحني يا رب. ركان ركان سامحني اني سويت لك يعني انت مسويه يا اخي. الواحد ما يدري متى يعيش، باي لحظه يموت في الدنيا هذه. اعتبر انك بتعيش دقيقه واحده، اعمل لله دائما، ما تدري الواحد متى. يلا يلا يا ابوي بسرعه عجل علينا. خلاص اوكي يلا اركب اركب يا اخي بسرعه خلنا نستعجل. يا اخي انت للحين ما تبطل حركاتك هذه، متى تعقل يا اخي؟ متى تعقل علمني. الله الله الهادي، بس لا انت ولا انا ما قلت شيء، بس ودي انصحك وانت بكيفك. إيه يا اخي من زمان يا اخي خليك كذا يا اخي، ما شاء الله عليك شلون تغيرت يا اخي. الله يديني زي اول يا اخي، كنت متغير مره. الحمد لله هذا فضل ربي. الحمد لله يا رب الحمد لله. مسوي عاقل تذكر هاي حركات اول. اي حركات؟ وش اي حركات؟ ايوه ايوه سمعوني ايه هذاك اول. ايه بس معلمك عشان ما تنسى حركاتك اول. لا وش فيه واقف نص الشارع؟ شارع ابوه والله. انا اوريه عن شكله بس لي بعد والله لو وريه. اجري افتح امسك وقف نص الشارع. معليش استاذ حسام، والله معليه قسم بالله اسف يا استاذ، والله مو بقصدي، قسم بالله مو بقصدي. مو بقصدي مو بقصدي، بكره اشوفك عند باب الوكيل. كذا علمناكم احنا ها، كذا علمناكم. يلا حسام انا بنزل البيت ها. لا والله ودي انام عندك اليوم، خليني انام عندك اليوم. يا ليل النشمه، كل يوم ينام عندي. لا لا خله خله بكره بسافر. لا لا ما في شيء ما في شيء. يلا هجل انا بمشي ها. يلا مع السلامه. اخيرا جاك الاحساس، لا تثقل على الناس. يا اخي شوف الشارع، يا اخي شوف الشارع كيف وسيع، وقف هناك جاي عندي. والله عاد هذا اذا كان هذا شارع اهلك تعال تكلم، مالك دخل.